يقول السائل: لنا أب متوفى. نعم. لنا أب متوفى وعليه كفارة قتل بغير عمد، فقمنا أنا وإخوتي فوزعنا أيام الصيام بيننا بحيث أنا أصوم أسبوع والآخر أسبوع حتى تنتهي الشهرين، ولكن وزعنا الأيام بيننا، صمنا كلنا في وقت واحد من غير تتابع، فهل هذا مجزئ؟ وكيف يكون الصيام في حالة عدم صحة الصيام الأول؟ وجزاكم الله هذا غير مجزي لأنه غير متتابع. الله جل وعلا يقول: فصيام شهرين متتابعين، فلو وزعتم الأيام عليكم يصوم واحد الذي عليه من الأيام ثم يصوم الثاني بعده مباشرة التي عليه ثم يصوم الثالث بعد الثاني الذي عليه والرابع كذلك حتى تكملوا الشهرين، هذا هو المجزي. أما إذا صمتم جميعا هذا لا يجزي لأنه غير متتابع. نعم.